بخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهيوة الدار الباشا. مرحبا وألف ألف مرحبا. مع اقتراب شهر رمضان الفضيل كنبداو جميع العائلات كتبدا توجد الأساسيات ديال رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة والمغفرة طولة العمر. هاد الأساسيات هادو كيوفروا عليك الوقوف في الكوزينة وكيوفروا عليك المصروف. علاش؟ لان دابا الحمد لله الحواميض موجوده بثمن شويه رخيص، الفريز موجود بثمن شويه رخيص، علاش ما نجيبوش ونوجدوا لينا شويه؟ الصراحه البنات هاد القضيه ديال التفريز ما فيها باس توجدوها العام كامل، علاش لا؟ المهم هنا كما كتشوفوا خديت 5 كيلو ديال الحامض، 5 كيلو ديال الحامض كنزيد عليها كل كيلو ديال الحامض كنزيدو عليه 200 غرام ديال السكر الخشن. كناخذو الحامضه وكنحكوها في الحكاكه الرقيقه بلا ما نوصلو الجلده البيضاء كما كتشوفوا دابا. غادي ناخذ غير القشور الصفرين وبحدهم صافي. كنبقى نحكهم بشويه بشويه وانا ناشطه. علاش؟ لانك كديري شي حاجه اللي غادي تعاوني بها راسك وتعاوني بها عائلتك. ملي كنشدو هذاك الحامض كنقشروه كناخذو الحامض كنعصروه. البنات واخا تشوفوا سنيده درت 2 كيلو راه هو هذاك العبار، لان ان شاء الله ملي غادي نكونوا كنوجدوا العصائر ديالنا ما غاديش نزيدوا السكر. وكتبقى سنيده على حسب الذوق ديال كل عائله، اللي ما كيشربش وما كيبغيش العصير حلو ينقص منها، ممكن ديروا 100 غرام ممكن ديروا 150. المهم كناخذوا هذيك سنيده وكنخلطوها مع داك لو زيس ديال سيترون، وغادي ان شاء الله ناخذوا العصير ديال الحامض ونزيدوه على هذا الخليط اللي وجدنا الاول، يعني على السكر سنيده وعلى القشور ديال الحامض. يمكن انكم تصفيوه كما درت له انا دابا، وممكن انكم راه ملي كتكونوا كتعصروا فيه كيبانوا لكم الا كانت بانت لكم شي عظيم ولا شي حاجه حاولوا تحيدوها. كنخلطوهم شويه بيدينا صافي، وكنزيدو نكمل هذاك العصير ديال الحامض نعصرو كامل ورجع عندكم باذن الله. هاد الاساسيات البنات اللي كنحاولوا نوجدوا دابا رمضان هي في حقيقه الامر خصنا نوجدوها العام كامل السنه كلها. الا جا عندك غير ضيف على غفله كتلقاي عندك الاساس ديال العصير وكتزيدي شويه ديال الفواكه طريه، وإلا عندك بسيطلات كتدخليهم يطيبوا، عندك خبيزات معمرين، عندك الحشوه ديال البطيبيطات، كلشي هادشي خص يكون عندك العام كله. المهم البنات دابا انايا كملت العصير ديالي، غادي نشدو وغادي ندير له بابي سولفيغيزي وغادي ندخلو للثلاجه ليله كامله مره نبقى نحركو، نحرك هذاك السكر التحتاني باش يطلع ويذوب. نفس الطريقه كيما درت الليمون الحامض غادي نديرو البرتقال. كناخذ برتقال ديال العصير ماشي ديال العصير باردون ديال الماكله اللي كيكون القشره ديالو رطبه صافي. حتى هو كنحكو في الحكاكه الرقيقه وتنخلي له هذاك الجلفه البيضاء ما كنوصلش ليها، وكنعصر الليمون ديالنا اللي هو البرتقال كنعصرو وكنزيدو على هذيك لو زيست ديالو. ونفس العبار ديال سنيده، كيلو ديال الليمون ولا كيلو ديال الحامض ولا كيلو ديال البرتقال ولا اي فاكهه انا كنزيد فيها من 150 حتى 200 غرام ديال السنيده. بنفس الطريقه كنديروا فيها السكر الخشن وكنبقاو نحركوه حتى كيذوب لينا هذاك السكر في العصير ديالنا، وكان حتى هو كنغطيه وكنخليوه ليله كامله في الثلاجه، ومره كدوزي كتحركيه باش يذوب هذاك السكر في العصير ديالنا. ان شاء الله دابا غادي ندوزو نوجدو المركز ديال التفاح. كناخذو هاد التفاح هذا ماشي الخضر اللي كيكون قاصح كيكون شويه طيب، كناخذو كنقشرو كنخليه بالقشره ديالو وكنقطعو نحيد له هذيك الزريعه ديالو كما كتشوفوا كما قطعتوه مزيان لانه غادي نطيبوه. هذا المركز هذا والله البنات الا تيعاون وغزال كيجي بحال كومبوت
نورمالمون تقدري ديريه حتى للوليدات بلا ما تزيد عليه السكر. هنا كنزيد عليه واحد الكاس ديال الحامض، عصير الحامض. هذاك هذا العصير ديال الحامض هو اللي تيخلينا نقدروا ان ما يكحلش، هو اللي كيخليه ما يكحلش. صافي وتنزيدوا عليه سنيده كتبقى حسب الذوق، وغادي نزيد عليه تقريبا واحد الاترو ديال الماء، اترو ديال الماء، وغادي نخليه يطيب. وهاد هاد الماء هذا كديروه على حساب الكميه ديال التفاح اللي نتوما خديتو. مثلا انا خديت هنا واحد 3 كيلو ديال التفاح، درت معها 600 غرام ديال السكر الثقيل، السكر الخشن، ودرت معها كاس ديال الحامض، وهنا كما كتشوفوا زدت واحد القشره ديال الحامضه. صافي وتنديروا في عافيه متوسطه حتى كيبان ليا ما نطيبوش مزيان، حتى كيبان ليا صافي راه طاب. وكندوز كنحاول نطحنوا، ماشي نعصروا، راه مع هاد البرد هذا الله ينجينا ونجيكم راه كلشي ضيخ. المهم هنايا كنطحن هذاك التفاح اللي انا وجدت لي انا طيبته مع شويه سنيده والحامض ولوزاز ديال الحامض، طيبته شويه حتى دبال وطحنته. وهنا غادي ندوز نصفيه الا كانت شي حاجه حالقه تحيد. صافي تنصفيه وكنخليه يبرد، ملي تيبرد كنديرو في واحد تيبروير ولا شي سوبيرا عندكم تكون كتدخل المجمد تكون مزيانه. حاولوا البنات اي بلاستيك كتخدموه للثلاجة يكون، ما غاديش نقول لكم يكون صحي، ولكن يكون عنده واحد الجوده، لان الصحه ديال ولادكم وديال عائلتكم. واخا حنايا كنجمدوا وما كناكلوش هذاك الشيء فري 100%، ولكن الله غالب. المهم هنا البنات دزت خديت الفريز توت معشوق الجماهير، انا راه في ما كنجيب هذا الفريز كنحاول نخزنه على ولادي، لانهم الى لقوه ما كيكملوه في نفس النهار. هنا خديت واحد 3 كيلو ديال الفريز، زدت عليها 600 غرام ديال السكر الخشن. صافي هنايا درت هذيك الوعاء، ولكن جاني شويه صغير على الكميه ديال الفريز. غادي نقلبوا هنايا ونحركوا مزيان حتى يدخل فيه هذاك السكر الثقيل، وحتى هو غادي ندخلو للثلاجه يبات ليله كامله. في الغد كنجبد هذاك العصير اللي وجدنا ديال الحامض، وغادي نحاول نحيد هذاك العصير ونحتفظ بالقشور ديالو اللي هما تعسلوا. هاد القشور هادو كيصلحوا البنات الكيك، كيصلحوا التنسيمه، اي حاجه بغيتي تنسميها خليهم عندك في الثلاجه كيصلحوا للعام كامل. المهم هنا بنفس الطريقه كندوز كنديرو في واحد تيبروير ديال الثلاجه ولا شي سوبيره تكون مزيانه، وكندخلهم نحطهم حتى نجمع كلشي وندخلهم المجمد نقادهم. كما كتشوفوا البنات بنفس الطريقه كنفرزوا القشور ديال الحامض ديال الليمون معسل، الليمون اللي هو البرتقال، البرتقال معسل على العصير. صافي حتى هو كنديروه في واحد السوبيره وتنحطوه لغايه ما نوجدوا باقي المركزات. كما كتشوفوا القشور ديالو خطيره جدا، عرفتوا البنات انيا عصروهم مزيان وخلطوهم مع العقده ديال اللوز وديروا بهم بريوات كيجيو رائعين. هذا المركز ديال التفاح كما كتشوفوا عطى تبارك الله كميه كبيره. انا غادي ندير معكم واحد العصائر اللي هما خفاف، وان شاء الله في رمضان راه غادي نشكلوا ونوعوا فيهم، وما غاديش يكون هذاك الشيء روتيني، يعني كل نهار غادي يكون جديد مع هاد المركزات هادو. ورا تبارك الله كيعطيو كميه كتدي لك. كما كتشوفوا الفريز ديالنا من بعد ما دوز ليله في الثلاجه حتى هو كيكون دخل فيه هذاك السكر الخشن، وكيكون عطى واحد الماء، واحد الافرازات مزيانين. صافي حتى هو كنعصروه وكنحاول نديرو حتى هو في واحد الوعاء وندخلو للثلاجه. بعد ما المركزات ديالنا دوزوا ليله في المجمد غادي ندوزو باش نوجدوا واحد العصائر خفاف ظراف. هنا خديت جوج ديال المعلقات من مركز الليمون البرتقال، زدت عليه واحد دانون، وغادي يعطيني المذاق ديال داناب. هنا زدنا غير شويه ديال الماء، والقياس ديال الثقوليه او الخفه كيبقى نتوما وكل الذوق ديالو. هنا درت داناب
الاطفال هذا كيجي غزال بمذاق ديال البرتقال، ممكن انكم ديروه بمذاق الحامض، بمذاق الفريز اللي بغيتو. هنا خديت واحد المعلقه حتى لجوج ديال المركز ديال الحامض الليمون، غادي نزيد عليه اوراقات ديال النعناع، وغادي نزيد عليه ماء مهديني غازي. هذا موخيتو كيجي حتى هو لذيد ومنعش في رمضان، وبلا رمضان هاد العصائر في فصل الصيف كلشي كتستعملوا هاد المركزات وكيبقاو عندكم. هنا تناخد المركز ديال التفاح، نزيد عليه هنايا جوج ديال البنانات، ممكن انكم تزيدوا هنايا واحد طريف ديال الباربا، ولكن انا ما عنديش، غادي نكتفي غير بياورت ديال الموز. هاد العصير هذا كيجي لذيد وزوين صافي. وغادي نزيد عليه هنا شويه ديال الماء كما كتشوفوا، انا ما كنديرش السكر لانه ديجا كاين في المركزات صافي. والعصير ديالنا انا ولدي كياخذوا خاطر شويه، دونك كما كتشوفوا كيجي لذيد وزوين بزاف. وهنا غادي ندوز ناخذ واحد شويه ديال الافوكا، غادي نضيف ليها المركز ديال البرتقال كيبقى حسب الذوق. انا زدت هنا واحد المعلقه كبيره ونص، حتى هاد العصير كيجي لذيد زوين. وكما كتعرفوا الافوكا كتواتى مع الليمون، ليمون البرتقال، لانه معنا اخوات من البلدان العربيه الشقيقه عندهم الليمون هو الحامض. هنا الفريز غادي نكتفي به غير بوحدو، ممكن انكم تنسموه باش ما بغيتو. الفريز كيجي زوين مع الشهديه، كيجي فن. كاين بزاف ديال العصائر ان شاء الله غادي ندوزوهم في رمضان مجموعين. كان هذا هو المركزات اللي وجدنا اليوم، نتمنى انهم يلقاو استحسانكم. ما تنساوش تبارطاجيو، دمتم بخير والى اللقاء.